الخير أصدقائي وأحبابي، أرجو أنكم تكونوا بخير وبصحة وسلام. النهاردة هنقدم شاورما الفراخ. النهاردة عندي كمية من صدور الفراخ، هنحاول نقطعها وهنحضر التوابلنا وهنشوف طريقتنا. أول حاجة هنبتدي نقطع الفراخ، يعني شرايح. لأن احنا عايزين القطع تبقى صغيرة جدا. قطعنا الواحدة لثلاث شرايح، وهنعمل التانية بالطريقة دي. أصدقائي زي ما انتوا شايفين أنا قطعتها سلايد شرايح، وبعد كده هنقطعها قطع صغيرة عشان تبقى شكل الشاورما. هنبتدي أصدقائي نقطعها زي ما انتوا شايفين أصدقائي، هنقطعها بالطريقة دي طولية. بعد ما قطعنا الشاورما، ودي ربع كيلو غسلناها بمية وخل، وهنبتدي نعمل الخلطة. هنحط بقى توابلنا اللي هي عبارة عن زعتر وجنزبيل وبابريكا وتوم باودر، بصل باودر وفلفل، جنزبيل وجوز الطيب. مجموعة توابل جميلة جدا. وعندنا خل، معلقتين خل كبار، عندنا معلقتين زبادي كبار، عندنا أصدقائي رشة سكر صغيرة وملح. طبعا هندوق التتبيلة. أنا بحب أحط على الشاورما ليمون، شوية ليمون بتدي مزازة مع الخل. ونقلب أصدقائي، وهنسيب التتبيلة مع الفراخ وهنغطيها ونحطها ساعة في التلاجة. أصدقائي على ما الفراخ تتبل وتقعد الساعة من ساعة لساعتين في التتبيلة، هنبتدي نعمل الخضار اللي هنعمله مع الشاورما. عندنا فلفل وطماطم وبصل. البصل هنقطعه جوانح. هناخد اللحم بتاع الطماطم مش اللي جوه، والفلفل برضو هنقطعه سلايت برضو. وعندنا بقدونس، اللي يحب يحط بقدونس، دي حاجة اختيارية. هنقطعهم ونجيلكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اصدقائي، قطعنا البصل جوانح، وهنقطع الفلفل بالطريقة دي، وهنعمل طولي وبعدين نقطعه يعني زي كده مثلا، يعني كده نحاول نقطعه بالطول عشان يبقى زي شكل الشاورما بالظبط. وهنقسمه برضو كده يبقى طولي. نولع على الطاسة اللي هنعمل فيها الشاورما، وهنحط زيت، وهنستنى لغاية لما يسخن. زي ما انتم شايفين اصدقائي، احنا قطعنا الخضار، الطماطم والفلفل والبصل، وكمان عندنا البقدونس في مصفى. لما نلاقي الزيت سخن هنحط الشاورما. زي ما انتم شايفين اصدقائي، الزيت خلاص ابتدى يسخن، هنقوم حاطين الشاورما.
هنوزعها كده بس، لكن مش هنقلب. دي طبعا عاملة زي الكبدة الاسكندراني، ما نقلبش عشان المية ما تنزلش من الفراخ. هنوزع كده أصدقائي الشاورما. ولازم تكون الطاسة كبيرة شوية على قد كمية الفراخ. لو كمية الفراخ أكبر من كده هتحتاج لا طاسة أكبر، لا هتقسمه كمية الفراخ لجزئين عشان تقدر تستوى بسهولة. هنبتدي نقلب أصدقائي. سيبها بقى شوية كده لغاية ما تستوى. أصدقائي هنشوف سوى الشاورما. لما تقرب تستوى، هي استوت شوية يعني نص سوى، هنبتدي بقى نحط الخضار، الطماطم، الفلفل، البصل. طبعا هم هياخدوا من تتبيلة الشاورما. اخر حاجة هنحطها البقدونس، عشان احنا مش عايزين الخضار يعني يستوى قوي، احنا عايزينه يبقى كأنك بتاكلي خضار فريش برضو، يعني مش عايزين يستوى قوي. فالبقدونس اخر حاجة هنسويها مع الشاورما. اصدقائي انا حطيت نص معلقة كركم، لان انا بحب طبعا الكركم ده من الحاجات المهمة قوي. وطيت على النار علشان تاخد سواها بقى. نفتح بقى ونشوف ونقلب ونبتدي نحط البقدونس. نسيبها شوية لغاية ما تستوى. استوت الشاورما كده. هنطفي عليها بقى ونبتدي نعمل سلطة الطحينة. هنعمل سلطة الطحينة. عندنا طحينة هنحطها. زبادي. ثوم. فصين ثوم. معلقة كبيرة خل. ملح وفلفل. وكمون. وهنقلب. إذا كانت محتاجة مية هنحط لها. طبعا هندوق الملح والفلفل. هنحط ليمون، عصير ليمون. ونقلب كويس علشان كله يختلط ببعضه. أصدقائي خلصنا سلطة الطحينة. هنحط بس زيت على الوش كده ونبتدي نحضر الشاورما. أصدقائي خلصنا الشاورما بالفلفل والطماطم والطحينة، وعندنا زيتون أخضر. هنبتدي بقى نعمل العيش مع الشاورما. عندنا العيش هنفتحه الشامي، هنفتحه بالطريقة دي. هنحط الطحينة والشاورما.
هنحط طحينة تاني، نحط زيتون أخضر، هيدي طعم حلو جدا. هنحاول بقى ندخل الشاورما جوه، وبعدين هنلف وبكده عملنا الساندوتش. هنيجي نعمل واحد تاني، هنعمل رغيف تاني، الطحينة نفرد الطحينة بالطريقة دي، والشاورما وشوية زيتون، نبتدي نلف. كده خلصنا الشاورما والطحينة، صلصة الطحينة. إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالشاورما النهاردة. أصدقائي، أنا عملت الشاورما في التوستر، وكان عامل بقى باقي السندوتشات، عملتها تحفة، طلعت تجنن حلوة قوي. وحطيت زيتون في الطبق، زيتون اللي عايز بقى زيتون أخضر، حلوة قوي وطعمها يجنن. أرجو أن انتوا تعملوها، وإلى اللقاء.